من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع وخوف الله إلى الرب رب نطلب. الرحام من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب يا نطلب. رب الرحام من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب يا نطلب. رب الرحام من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب يا نطلب. رب الرحام من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا لكل تقدس الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البدوية مريم مع جميع قديسينا فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن القدس الآن وكل أوان إلى دهر داهرين. آمين يا ربي إليك صرخت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض تبدل عظامهم حول الجحيم. فإليك يا ربي عيناي وعليك توكل
عملت فلا تنزع نفسي. احفظني من الفخ الذي نصبه لي ومن مآثر صانعين. تسقط الخطأ في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى أن أعبر. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرع. أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه خبر. وعند فناي روحي مني أنت تعرف سبلي. في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفوا لي فخا. تأملت في الميامين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني ولم يوجد من يطلب نفسي. فصرخت إليك يا ربي وقلت أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء. أنصت إلى صوت طالبتي فإنني قد تذللت جدا. نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتادوا علي. أخرجني من القدس نفسي لكي أشكر اسمك. ينتظر الصديقون حتى تجازيني. من الأعماق صرخت إليك يا رب، فيا رب استمع لصوتي. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت فإن من عندك الاغتفار. أيها الشهيد كيريكوس، إنك وأنت غير كامن في قامة الجسم قد خذلت المغتصب الطفولي العزم بشجاعة العزم بعقل كامل، فلذلك دفعك للموت بصرامة إلى منابر القضاة الظالمين، فخطب لك الحياة الخالدة التي ارتقيت إليها ملتحفا بمجاري دمك الذي لم يزل بخاره متصاعدا. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. أيها الشهيد كيريكوس، إنك وأنت غير كامن في قامة الجسم قد خذلت المغتصب الطفولي العزم بشجاعة العزم بعقل كامل، فلذلك دفعتك للموت بصرامة إلى منابر القضاة الظالمين، فخطب لك الحياة الخالدة التي ارتقيت إليها ملتحفا بمجاري دمك الذي لم يزل بخاره متصاعدا. انفجار الصبح إلى الليل، انفجار الصبح ليتكل إسرائيل على الرب. أيتها المجيدة يوليتا، بما إنك بمثابة كرمة مخصبة متوية من الروح قدمت كيريكوس المفرع من أحشائك ليذبح حقيقة ويضغط في معاصر الاستشهاد، فمعه قد أفضت خمر الخشوع، فتفرحان به قلوب المقيمين تذكاركما بإيمان. إن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل آثامه. أيتها المجيدة يوليتا، بما أنك بمثابة كرمة مخصبة مرتوية من الروح قدمت كيريكوس المفرع من أحشائك ليذبح حقيقة ويضغط في معاصر الاستشهاد، فمعه قد أفضت خمر الخشوع، فتفرحان به قلوب المقيمين تذكركما بإيمان. سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب. يا يوليتا المستحقة التعجب، لقد كابت التعذيبات واحتملت صنوف المؤلمات حقيقة، إذ شاهدت عيانا وفاة ابنك فقضيت الاستشهاد مضاعفا، فلذلك نلت الإكليل مضاعفا من لدن الواضع الجهاد المانح الظفر للمجاهدين بقدرته الكلية. ينقض قوية رحمته علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد. يا يوليتا المستحقة التعجب، لقد كابت التعذيبات واحتملت صنوف المؤلمات حقيقة، إذ شاهدت عيانا وفاة ابنك فقضيت استشهادك مضاعفا،
فلذلك نلت الإكليل مضاعفا من لدن الواضع الجهاد المانح الظفر للمجاهدين بقدرته الكلية. مجد للآب والابن والروح القدس. هلما لتعينوا جميعا مشهدا عجيبا مستغربا، فمن ذا الذي أبصر طفلا ذا 3 سنين قد خذل المغتصب؟ فيا له من عجب أن الأم كانت ترضعه، والمرضع كان يصرخ مذبوحا نحو مرضعيه قائلا: لا تجزعي يا أمي من وعيد الضابط العالم الرديء، لأن المسيح هو رجاء الذين يؤمنون به. Oh.
مجد الآب الذي لا يموت سماوي القدوس المعبود يا يسوع المسيح إذ قبلنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا نسبح الأب والابن والروح القدس الإله فيا ابن الله معطي الحياة إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة لذلك المساء. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي استمع يا الله صلاتي اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي قراءة من نبوة يشعياء النبي حكمة لنصغر هذا ما يقول الرب قد اجتمعت كل الأمم جميعا وسيجتمع منهم رؤساء من ينبئ بذلك فيهم أو من يسمعنا بما حدث منذ البدء فليأتوا بشهودا وليتبرروا وليقولوا ما هو صدق كونوا لي شهودا وأنا شاهد يقول الرب الإله والغلام الذي اخترته لكي تعلموا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو لم يكن قبلي إله سواي ولا يكون بعدي أنا الإله ولا مخلص غيري إني أخبرت وخلصت وعيرت ولم يكن فيكم غريب أنتم لي شهود وأنا الرب الإله شاهد إني منذ البدء أنا هو ولا منقذ من يدي أفعل ومن يرد ما أفعل هكذا يقول رب الإله فاديكم قدوس إسرائيل قراءة من حكمة سليمان الحكيم حكمة لنصغي إن نفوس الصديقين بيد الله فلن يمسها العذاب وفي ظن الجهال أنهم ماتوا وقد حسب خروجهم شقاء وذهابهم عنا عطبا أما هم ففي السلام ومع أنهم قد عوقبوا في عيون الناس فرجاؤهم مملوء خلودا وبعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا له محصهم كالذهب في البودقة وقبلهم كذبيحة محرقة فهم في وقت افتقادهم يتلألؤون ويسعون سعي الأشرار في القصب سعي الشرار في القصب ويدينون الأمم ويتسلطون على الشعوب ويملك عليهم الرب إلى الأبد المتوكلون عليه سيفهمون الحق والأمناء في المحبة سينتظرونه لأن النعمة والرحمة في أبراره والافتقاد في مختاريه قراءة من حكمة سليمان الحكيم حكمة لنصغه إن الصديقين يحيون إلى الأبد وفي يد الرب ثوابهم ولهم عناية عند العلي فلذلك سينالون ملك الأبهة وتاج الجمال من يد الرب
لأنه يسترهم بيمينه وبدراعه يقيهم، يتسلح تماما بغيرته ويسلح الخليقة للانتقام من الأعداء، يلبس العدل درعا والحكم الذي لا محابة فيه خوذة، ويتخذ البر ترسا لا يقهر، ويحدد غضبه الصارم سيفا والعالم يحارب معه الجهال، فتنطلق صواعق البروق انطلاقا لا يخطئ، وعن قوس الغيوم المحكمة التوتير تطير إلى الهدف، وسخطه يرجمهم ببرد ضخم وماء البحر يستشيط عليهم، والأنهار تطوف بطغيان شديد وتثور عليهم ريح شديدة تدريهم، والفجر يطلب عروش المتدرين. فاسمعوا أيها الملوك وافهموا، يا قضاة أقاصي الأرض تعظوا، أصغوا أيها المتسلطون على الجماهير المفتخرون بجموع الأمم، فإن السلطان قد أعطيتموه من الرب والقدرة من العلي. لنقل جميعنا من كل نفوسنا ومن كل أذهاننا، لنقول كيري ليسون، كيري ليسون، كيري ليسون. أيها الرب الضابط الكل لها بأين نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم، يا رب، يا رب ارحم. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيري ليسون، كيري ليسون، كيري ليسون. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. كيري ليسون، كيري ليسون، كيري ليسون. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاهم. وأيضا نطلب من أجل المطوبين دائم ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس، ومن أجل جميع المنتقلين من آبائنا وأخواتنا الأرثوذكسيين الراقدين هنا وفي كل مكان. وأيضا نطلب من أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان هذا الهيكل المقدس الكل الوقار، والذين يتعبون ويرتلون فيه، ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. يا رب، يا رب. يا نبي الله الرحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجدين والأب والابن والروح القدس، لا نقل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، بك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنكمل طلبتنا المسائية للرب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب رحم. أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا امينا حافظا نفوسنا واجسادنا الرب نسأل. سامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين
فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. نحن رؤوسنا للرب. أيها الرب إلهنا، يا من طأطأ السماوات ونزل لخلاص جنس البشر، انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك، فإن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخضعوا أعناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر، غير منتظرين المعونة من البشر بل منتظرين رحمتك ومتوقعين خلاصك، فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل، مصونين من كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة. ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس ابتهجي واطربي المسيح الذي قد جاء
لهما أن يمنح السلامة للعالم ويخلص نفوسنا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين خلص عبيدك من صنوف الشدائد يا والدة الإله المباركة لكي نمجدك يا رجاء نفوسنا خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفة وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وأبائنا القديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ميليتيوس وبطرس بطريركي أنطاكيا وأبائنا القديسين العجائبيين نيقولاوس أسقف ميراليكية وسبيريدونوس أسقف تريميثوس وغريغوريوس بلاماس أسقف تسالونيكي ونكتاريوس أسقف المدن الخمس والقديس المجيد أول الشهداء استيفانوس رئيس الشمامسة والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جواريوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ثيودوروس تيروني وثيودوروس قائد الجيش والقديسين أغناطيوس وبوليكاربوس الشهيدين فرؤساء الكهنة والقديسين أمين العجائب وبندليمون الشافي والقديسين خرلامبوس والفثيريوس ويوسف الدمشق الشهداء في الكهنة والقديسات المجيدات المعظمات في الشهداء بربارا وإفيمية الكلية المديح وكاترينا الكلية الحكمة والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله أنطونيوس الكبير معلم البرية إفثيميوس وبخوميوس وثودوسيوس رؤساء الأديرة فايسيوس وأرسينيوس إكرام وإسحاق السوريين سابا المتقدس ويوحنا كاتب سلم الفضائل ماكسيموس المعترف ويوحنا الدمشقي ثيودوروس توزيتي وسمعان اللاهوت الجديد أثناسيوس وماكسيموس وبطرس ونيقوديموس وبولس الذين نسكوا في الجبل المقدس وأمنا البارة مريم المصرية وأمنا البارة مكرينة وجميع أبائنا وأمهاتنا الأبرار الذين لمعوا بالنسك والجهاد المقدس والقديسة يوليتا التي نقيم تذكارها اليوم والقديسين الصديقين واكيما وحنة جدي المسيح الإله نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطاة الطالبين إليك وارحمنا كيريانا إيسون كيريانا إيسون كيريانا وأيضا نطلب من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون وأيضا نطلب من أجل غفران خطايا عبيد الله الموجودين هنا ومن أجل نفوس جميع المسيحيين الذين في ضيق أو شدة المحتاجين إلى رحمة الله ومعونته ومن أجل حفظ هذا البيت المقدس والساكنين فيه
من أجل سلام كل العالم وراحته وثباته كنائس الله المقدسة، ومن أجل خلاص آبائنا وإخوتنا الذين يعملون بنشاط ويخدمون بخوف الله، ومن أجل معونتهم، ومن أجل المتخلفين منهم والغائبين، ومن أجل شفاء الذين في الأمراض، من أجل راحة نفوس المتوفين من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين ها هنا وفي كل مكان، وراحتهم والذكر المغبوط له، ومن أجل نجاة المأسورين، ومن أجل جميع الذين يخدمون في هذه الكنيسة المقدسة، لنقل من أجلهم. وأيضا نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وجميع الأديرة والمدن والقرى من السخط والجوع والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف ومن غارات القبائل الغريبة والحروب الأهلية والموت الفجائي، ومن أجل أن يكون لنا إلهنا الصالح والمحب البشر شفوقا ورؤوفا ومتعطفا، ليصرف ويبعد عنا كل سخط يثور علينا وينقذنا من وعيده العادل ويرحمنا. وأيضا نطلب من أجل أن يستمع الرب لله صوت تضرعنا نحن الخطا ويرحمنا. كيريا لايسو، كيريا لايسو، كيريا لأنك إله الرحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. أيها السيد الجزيل الرحمة رب يسوع المسيح إلهنا بشفاعة كل الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة الفكرية مريم، وبقدرة الصليب الكريم المحيي حقنا في كنيسة القدس، وبطلب القوات المكرمة للسماوية العادلة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد محمد المعدان، وقدسين مشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبانا قدسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء وقديسين المجدين الشهداء المتألقين الظفر وآبائنا الأبرار المدعوشين بالله والقديسين الصديق والقديسين الصديقين واكين وحنا جدي مسيح الله والقديسة يوليكا مع القديس إدريكوس الذين نقيم تذكارهم اليوم وجميع قديسيك اجعل طليباتنا مقبولة. آمين. وهبنا غفران زلاتنا. آمين. وانصرنا بستر جناحيك. آمين. وافر عنا كل عدو ومحارب. آمين. وانح السلام لحياتنا يا رب وارحمنا وارحم عنا وخلص نفوسنا بأنك إله صالح. آمين. إن الثلاثية السنين بالجسد والأشيب بالنفس الصائرة واعظا للسيد كما هو اسمه قد انتزع من الأحضان الأمومية وقدم ضحية مثل عجلة ذات ثلاث سنين مع أمه يوليتا الإلهية العزم. عجيب له في قديسي. لنقدم التضرعات للزوج الشريف الأم والابن المتماثلان اللذين جاهدا بقوة وبشجاعة فإنهما يتشفعان إلى المسيح بلا انقطاع من أجلنا نحن الذين بإيمان نقيم دائما تذكارهما الشريف. إن الرب قد جعل قديسيه الذين في الأرض عجبا. هلموا يا محبي الأعياد لنمدح الرجولية العزم والأنثوية الطبيعة
التي أحرزت حسن العبادة والإيمان بالمسيح وقمعت الطاغية السيئة العبادة ذو العزم الملحد. المجد للآب والابن والروح القدوس. إن ذي الثلاث سنين قد كرز بالثالوث والمرضع كان يشدد أمه هاتفا: كفي يا أمي من إذراف العبرات، فإن الخالق ينظر من فوقي ويخلص نفوسنا. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيتها السيدة تقبلي طلبات عبيدك وأنقذينا من كل شدة وحزن. الآن تطلق عبدك أيها السيد حسب قولك بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجه كل الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. حتى المسيح يعطي عيدا ما حمى لهذه الثلاث سنين كيريكوس شفقة انتصب أمام منبر الخضا كارزين بشجاعة بدعوة اسم المسيح لم يرسى أبدا من وعيد تغطي ورفقت كل الآن في السماوات يبتهجان لدى المسيح. المجد للآب والابن والروح القدوس. نعجة المسيح العطيه ولدا ما حمى لهذه الثلاث سنين كيريكوس اسقاط انتصب امام منبر القضاء كارزين بشجاعة بدعوة اسم المسيح لن يرجع أبدا من وعيدي تغطي وإسكت كل الآن في السماوات يبتهجان لدى المسيح الآن وكل أوان ولدى المتاهرين، I'm
إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا من بارك الخبزات الخمسة في القفر وأشبع منها 5000، أنت بارك أيضا هذه الخبزات والقمح والخمر والزيت، وكثرها في هذه المدينة وفي عالمك أجمع، وقدس عبيدك المؤمنين الذين يتناولون منها، لأنك أنت الذي يبارك الأشياء كلها ويقدسها أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع بك الذي لا بدء له، وروحك الكل قدس الصالح ومحيانا وكل وان وإلى دار الداهرين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. أبارك الرب في كل وقت وعلى الدوام تسبحته في فمي، بالرب تمتدح نفسي ليسمع الودعاء ويفرحوا، عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا، التمست الرب فاستجاب لي ومن جميع أحزاني أنقذني، تقدموا إليه واستنيروا ولا تخزى وجوهكم، هذا الفقير صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه، يعسكر ملاك الرب حول خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه، اتقوا الرب يا جميع قديسيه فإنه ليس للذين يتقونه إعواز. الأغنياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يبتغون الرافة فلا يعوزهم أي خير. الأغنياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يبتغون الرافة فلا يعوزهم أي خير. الأغنياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يبتغون الرافة فلا يعوزهم أي خير. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت في ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخفى عنك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبقى معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني ووقفوا لدي، وجنسي وقف مني بعيدا. وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت وأنت تستجيب لي يا ربي وإلهي. لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد ووجعي لدي في كل حين.
لأني أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغائي الصلاح. فلا تهملني يا ربي وإلهي، ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب وخلاصي. فلا تهملني يا ربي وإلهي، ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم، وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذثت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض، ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذثت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي، حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجزتها علي، أبعدت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله، وليك بسطت يدي، لعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك. هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت، فلتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت اتضعت وتحيرت. علي جاز رزك ومفزعاتك أزعجتني، أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا، أبعدت عني الصديق والقريب ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي ربا وجميع ما في داخلي اسمه القدوس. بارك يا نفسي ربا، لا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنة وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يسخط ولا للدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء على الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، ومقدار بعد المشرق من المغرب بعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة ربي فهي منذ الدهر ولا الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده وذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هي عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع. بارك رب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. بارك رب يا جميع قوته يا خدامه العاملين إرادته. بارك رب يا جميع أعماله في كل موضوع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضوع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب استمع صلاتي وانصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك، ولا تدخل في محاكم مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، وأجلسني في الظلمات مثل موت منذ الدهر، وأضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، تهذت في كل أعمالك وتأملت في صنع يديك،
بسط يدي إليك نفسي لك كأرض لا تمطر، أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب، اجعلني في الغداة المستمع رحمتك فأني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه فأني لك رفعت نفسي، أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد جئت إليك، علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكم مع عبدك، استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكم مع عبدك، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدائه الداهرين أمين. هللويا 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 مشترك الله. هللويا 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 مشترك الله. هللويا 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 مشترك الله. يا إلهنا ورجانا لك المال ليس يا رب رحمة أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع وخوف الله إلى الرب نطلب أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين وشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين الله رب ظهر لنا مبارك ياتي باسم الرب اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدوس الله رب ظهر لنا مبارك ياتي باسم الرب كل الامم احاطت بي وباسم الرب قهرتهم الله رب ظهر لنا مبارك ياتي باسم الرب من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا الله الرب ظهر لنا مبارك ياتي باسم الرب نعجة المسيح كيريكوس إسكاد انتصب أمام منبر القضاء كاريزين بشجاعة بدعوة اسم المسيح لن يجزى أبدا من وعدي تغطي وإسكاد كل ليلة الآن
والدي والروح القدس نعجة المسيح العقلية يوليتا وحملي هذه الثلاث سنين كيريكوس إذ قد انتصب أمام منبر القضاء كاريزين بشجاعات بدعوة اسم المسيح لم يجزع أبدا من وعيد طغاتي وإذ قد كلنا الآن في السماوات يبتهجان لدى المسيح الآن وكل أوان ولدى الداهرين آمين إن السر الخفي منذ الدهور غير المعروف عند الملائكة بكبار يا والدة الإله للذين على الأرض إذ تجسد الإله باتحاد لا تشوش فيه وقابل الصليب طوعا من أجلنا وبه أقام المجهول أولا وخلص من الموت نفوسنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين لقد انذهل جمهور الملائكة لما رأى الظفر الذي أحرزته بجسد طفولي يا كيريكوس الذي لا يهزم كيف أنك قطعت رأس التنين وحطمته على صخرة الإيمان المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين أيتها البتول الكلية القداسة يا رجاء المسيحيين ابتهلي بغير فتور مع القوات العلوية إلى الإله الذي ولدته بما يفوق العقل والوصف أن يمنحنا جميعا غفران الخطايا وتقويم السيرة نحن الذين بإيمان وشوق نمجدك على الدوام كيف أسبح جهاداتك أيتها الشهيدة كيف أتوج بالمدائح الآلام التي كابتها لأجل الخالق لأن الجسد أسلمته للتعذيبات والنفس تألمت متعطفة عند رؤيتك استشهاد ابنك فمعه تشفعي في خلاص نفوسنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الداهرين آمين إن جبرائيل إذ اعتراه الذهول من بهاء عذريتك وفائق لمعاني طهارتك هتف نحوك قائلا يا والدة الإله أيما مديح واجب أقدم لك أو بماذا أسميك إني أنذهل وتأحير لكنني كما أمرت أهتف إليك افرحي يا ممتلئة نعمة الله لنا ملجأ وقوة معين في الأحزان التي تصادفنا جدا لذلك لا نخشى إذا تزعزعت الأرض وانتقلت الجبال إلى قلوب البحار هللويا اللهم من الذي يشبهك لا تسكت ولا تلن يا الله هللويا لأن هو ذا أعداؤك صاحوا
وقد رفع مبغضوك رأسا. هللويا. على شعبك مكروا في نياتهم وتامروا على قديسيك. جعلوا الكبد طعاما لجريزك واللحوم بارك لوحوش الأرض. هللويا. لأننا من أجلك نمات كل يوم، قد خسبنا مثل الغنم للذبح. هللويا. صرنا عارا لجيراننا وأعداؤنا تهزؤوا بنا. هللويا. جعلتنا مثلا في الأمم وهز الرأس في الشعوب. عند ترديد عظامي عيرني أعدائي. هللويا. جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. افرحوا أيها الصديقون بالرب وابتهجوا. هللويا. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع أحزانهم أنقذهم. عينا الرب على الصديقين وأذناه إلى طلبتهم. هللويا. ابتهجوا أيها الصديقون بالرب للمستقيمين ينبغي التسبيح. الصديق كالنخلة يزهر وكمثل الأرز الذي في لبنان ينمو. هللويا. المجد للأب والابن والروح القدس. لنسجدن كلنا لله ونمجدن لابن ولنسبح أيضا الروح الكل يقوسه صارخين وقائلين أيها الثالوث القدوس خلصنا أجمعين. الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن شعبك أيها المسيح يقدم إليك والدتك متشفعة فبطالبتها أيها الصالح امنحنا رأفتك لكي نمجدك أيها المشرق لنا من القبر.
أين بعيدا بسلام إلى الرب نطلع أدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. لنمدح أيها الفتيان الفتى كيريكوس الشجاع في الشهداء غير المتزعزع ولنسبح أيها الفتيات الفتاة يوليتا الحكيمة ونقلد فطنتها من أول شبابنا لأن الأحداث الذين ينشؤون بحسب الله بالحكمة سيتعظمون. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ودهر الداهرين آمين. افرح يا باب الرب الممتنع العبور فيه، افرح يا سورا وسترا للمسارعين إليك، افرحي أيتها الميناء الهادئ التي لم تعرف زواجا، فيا من ولدت بالجسد خالقك وإلهك لا تزال متشفعة من أجل المسبحين والساجدين لمولدك. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني لكن أنت يا مخلصي أعضضني وخلصني. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني لكن أنت يا مخلصي أعضضني وخلصني. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب لأنكم ستصيرون جافي كالعشب اليابس أمام النار. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب لأنكم ستصيرون جافي كالعشب اليابس أمام النار. المجد للآب والابن والروح القدس بالروح القدس كل نفس تحيا وتسمو بالطهر لاميعا بوحدانية الثالوث بحال خفية قدسية الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بالروح القدس تفيض سواق النعمة ومجاريها فتروي البرايا بأسرها بالحياة المحيا الأحداث والعذارى الشيوخ مع الشباب ليسبحوا اسم الرب الأحداث والعذارى الشيوخ مع الشباب ليسبحوا اسم الرب باركوا الرب يا ابن البشر يا عبيد الرب الأحداث والعذارى الشيوخ مع الشباب ليسبحوا اسم الرب إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وفي القديسين تستقر وتستريح وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين كل نسمة فلتسبح الرب كل نسمة هنا
أجل أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب. كيرياليسون. الحكمة فلنستقم ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي. قال الرب لتلاميذه: احترزوا من الناس، فإنهم يلقون أيديهم عليكم ويضطهدونكم ويسلمونكم إلى المجامع والسجون، وتقادون إلى الملوك والولاة لأجل اسمي، فيؤول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تفكروا من قبل فيما تحتجون به، فإني أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع مناصبيكم على مقاومتها ولا مناقضتها، وستسلمون من الوالدين والإخوة والأقارب والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مقضين من الكل من أجل اسمي. وشعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم تقتنون نفوسكم. المجد لك يا رب المجد لك. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك امحو مآثمي. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. أنا ذا بالآثام والخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومسكراتها. تنحني بزوفة فأطهر، تغسلني أبيض وأتى من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك على خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من امامي وجهك وروحك القدوس تدعمني. امحي نهجة خلاصك بروحي العسكريه، فاعلم لما طرقك وكفر اليك يرجعون. انقي من يا الله اله خلاصي فيبتهج لساني بعدك. يا رب احفر فمي تسحبك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لك أثر المحرات، فذبيحة لله روح مثق القلب المتقر. أصلح يا رب بمسرتك الصهيان ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك الرجول. المجد للأب والابن والروح القدس، بشفاعة الرب سجاد وطبتهم. أيها الرحيم أمخك فخطانا وذلتنا. بعظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفاتك وهم آثمي، يا من من العظم تعطي مملوء نعمة ومالك عزما شجاعا في جهاداتك الظفيرة. أيها الشهيد كيريكوس تضرع مع أمك إلى المسيح الإله،
أن يهب السلام للعالم بما أنك معترف عظيم للثالوث. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفات وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي شفيع هذه الكنيسة المقدسة وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وأبائنا القديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ملاتوس وبطرس بطريركي أنطاكيا وأبوينا القديسين نيقولاوس رئيس أساقفة ميريليكية وسبيرودونوس أسقف تريميثوس العجائبيين والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جيورجوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب وثيودوروس تيروني وثيودوروس قائد الجيش والقديسين إغناطيوس وبوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين وأكيما وحنة جدي المسيح لله والقديس كيريكوس وأمه يوليطا الذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب برحمة ورافاة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن شهيدة المسيح يوليتا لما كانت حاملة كيريكوس على ذراعيها في الميدان هتفت كالأمهات بابتهاج قائلة أيها المسيح أنت اعتزاز الشهداء أيها المسيح أنت اعتزاز الشهداء أنر ذهني أيها المسيح بنور وصاياك حتى أستطيع أن أسبح باستحقاق قديسيك وأذيع جهاداتهم فأي لسان يقدر أن يخبر عن العذابات التي احتملوها وتكبدوها لذلك أشثو لك يا محب البشر لتهب راحة لنفسي المرثية لها مانحا لي زمنا للتوبة لأنك لأجل هذا بمشيئتك اتخذت جسدا لكي تقود الكل إلى الحياة التي سيحظى بها المجاهدون أبديا فأنت أيها المسيح اعتزاز الشهداء أنت أيها المسيح اعتزاز الشهداء في هذا اليوم الخامس عشر من هذا الشهر نقيم تذكار الشهيدين كيريكوس وأمه يوليتا فبشفاعاتهما اللهم ارحمنا وخلصنا آمين أفتح فمي فيمتلئ روحا وأبدي قولا فايضا نحو الأم المالكة وأظهر معيدا للموسم بابتهاج وأترنم بعجائبها مسرورا يا والدة الإله بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء وطيدينا نحن المنشدين تسبيحك الملتئمين محفين
جميلا روحيا وفي مجدك الإلهي. أهنينا يا كليل المجد والشرف. إما حبقوق النبي لما عرف إرادتك الإلهية غير المدركة أيها العلي، والتي هي تجسدك من الباتون فتفى صريخا المجد لقدرتك يا رب. أيتها البتول التي لم تعرف زواجا، إن البرايا بيسرها قد انذهلت من مجدك الإلهي، لأنك حملت في حشاك إله الكل وولدتني ابن غير المحدود في زمن، ومنحت الخلاص لجميع الذين يسبحونك. فلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالأيدي مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدات الإله ونمجد الإله الذي ولد منها. إن الفتيات المتأليه العقول لم يعبدوا الخليقة دون الخالق، بل وطئوا وعيد النار بشجاعات فرتلوا فرحين. أيها الفائق التسبيح مبارك أنت يا إله أبينا، نسبح ونبارك ونسجد للرب. إن مولد والدات الإله قد حفظ الفتيات الأطهار في اللاتون سالمين، إذ كان حينئذ مرسوما، وأما الآن فقد حصل مفعولا، وهو ينهض المسكونة بأسرها إلى الترتيبات. والدة الإله من نور التسبيح نكرم معظمي، تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشروبين وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله إياك نوعا. لأنه نظر إلى تواضع عمته فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. يا من هي لأن القدير صنع بعظائم وقدوس اسمه ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه. تنديمي أوتيران تون كروبين كين بوكس أوتيران أسيغريتون ستون سرافيم إنا دي أفوروس تيون لون تكوسان تيرون بوكس تيوتو كون سنرالي مومي. عايزاً بسعادة
به وشتت المتكبرين بدون قلوبهم. أعطى المقتدرين عن الكراسي ونفع المتواضعين من الأشياء من الخيرات والأغنياء رسالهم فارغين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع بنزا لغير قياس من السحيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله إياك نعظم. عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لأبائنا إبراهيم ولنسله إلى الأبد. فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح وطبيعة عقلين غير الغيولين فلتحتفل معا معيدة لموسم أم الليلة الشريف وهاتفا. افرحي يا والدة الإله النقية دائمة البتولية والكلية الطوبى. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كيريكوس اللابس الجهاد لقد كنت بالقامة غير كامل لكنك بالفتنة كلية الكمال بحال عجيبة جدا مع أمك يوليتا المرضعة إياك فأغسلما إكليل الجهاد مع جميع القديسين الذين بشفاعاتهم ننال المراحم. افرحي يا بلاطا مطربا افرحي يا عرشا للرب افرحي يا صولجانا كلي التعجب افرحي يا سحابة خفيفة ومبخرة ذهبية افرحي يا أما طاهرة وسدة للملك افرحي أيتها الميناء الهادئ ونصيرة الكل يا والدة الإله البتول. كلنا سامات فلتسابيح الرب سبيحوا الرب بنا سبحوه في أعلى
لأنه بك يليق التسبيح يا سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. لنغبط كما يليق المجاهد الشجاع والكارز بالإيمان مع أمه المتألهة العزم، لأنهما قد جاهدا بجلادة فحطما بقوة الصليب بشجاعة العدو عنصر الشر، فلذلك نالا الأكاليل من لدن الإله الواضح الجهاد، ويتشفعان إليه بدالة على الدوام أن يخلص المسبحين بإيمان جهادهما الشريف. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. لنغبط كما يليق المجاهد الشجاع والكارز بالإيمان مع أمه المتألهة العزم، لأنهما قد جاهدا بجلادة فحطما بقوة الصليب بشجاعة العدو عنصر الشر، فلذلك نالا الأكاليل من لدن الإله الواضع الجهاد، ويتشفعان إليه بدالة على الدوام أن يخلص المسبحين بإيمان جهادهما الشريف. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. هلموا لنجتمع أيها المؤمنون ونكلل بالمدائح الزوجين الكليي القداسة المحرزين عبادة الثالوث، لأنهما قداسا بأقدامهما ضلالة الأوثان وشراسة المغتصبين، فلنمدحهما هاتفين نحوهما قائلين: افرحي يا يوليتا الكلية الوقار، يا من أطرحت الضعف الأنثوي وجاهدت بشجاعة، افرحي يا كيريكوس الكلية الغبطة، يا من حطمت العدو الكثير الحيل وأنت ابن 3 سنين في العمر، افرحا يا شرفنا وفخرنا نحن المعيدين بإيمان لجهادكما الشريف، فنبتهل إليكما أن تتشفعا على الدوام إلى رب الكل أن يمنح السلامة للعالم ولنفوسنا الرحمة العظمى. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. أيها الشهيد كيريكوس المملوء نعمة منذ عهد الأقمطة والحائز فتنة الشيوخ في انتصار جهاداتك، ابتهل مع أمك إلى المسيح الإله بما أنك للثالوث معترف عظيم أن ينحى سلامة العالم. أيها الكون
لم تجزع من نار المتجاوز ثالو شريعة فابتهل مع أمك إلى المجد لك يا مظهر النور المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نبارك نسجد لك نمجد نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح ويا أيها الروح القدوس أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الأب يا رافع خطيئات العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين النبي وارحمنا لأنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب آمين في كل يوم نباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد أذلنا يا روح أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة مبارك أنت يا رب إله أبينا ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين لتكن يا رب رحمتك علينا كمثلك لنا عليك مباركٌ أنت يا رب علمني حقوقك مباركٌ أنت يا رب علمني حقوقك مباركٌ أنت يا رب علمني حقوقك يا رب ملجأً كنت لنا في جيل وجيل أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد خطيت إليك يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي من قبلك عين الحيوث وبنورك نعايده فتطحنك على الذين يعرفونك قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمك قدوس الله قدوس القوي قدوس الله
المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى المطلوب من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين وشمامس الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل أن ينحسر هذا الوباء الفتاك ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب. من أجل أبنائنا وأحبائنا الطلاب الجامعيين الذين يقدمون الامتحانات
يوفقهم الرب وينير أذهانهم ويرشدهم إلى كل عمل صالح إلى الرب نطلب. أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أضد وخلص وارحم واحفظني الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصا بشفاعة والدة الإله يا بشفاعة والدات الإله يا مخلص خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا أليسو أعضد وخلص وارحم واحفظني الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين خلصنا يا الله يا من هو عجيب في قديسين نحن المرتلين لك هللويا صوصني معصية وإنعيس فمستوس صالون داسي روح القدس اليارى كل آن وإلى دهر الداهرين آمين يا كلمة الله الابن الواحد الذي لم يزل غير مات لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصنا من القديسة والدة الدائمة البتولية مريم وتأنس بغير استحالة وصلبت أيها المسيح يا هنا وبموتك وقت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدس أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا إليسون أعضد وخلص وارحم واحفظني الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين ولنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين
يا
لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس في المجامع بارك الله حكمة. فصل من رسالة القديس بورس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، لما كنت طفلا كنت أنطق كطفل وأعقل كطفل وأفتكر كطفل، فلما صرت رجلا أبطلت ما هو للطفل، لأننا الآن ننظر في مرآة على سبيل اللغز، أما حينئذ فوجها لوجه. إني أعلم الآن بعض العلم، أما حينئذ فسأعلم كما علمت. والذي يثبت الآن هو الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة وأعظمهن المحبة. اتبعوا المحبة وتنافسوا في الروحيات وبالأحرى في أن تتنبؤوا، فإن الذي ينطق بلسان لا يكلم الناس بل الله، إذ لا يسمع أحد غير أنه بالروح ينطق بأسرار. أما الذي يتنبأ فيكلم الناس كلام بنيان وموعظة وتعزية، الناطق بلسان إنما يبني نفسه، أما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. إني أريد أن تنطقوا جميعكم بألسنة، ولكن بالأحرى أن تتنبؤوا، لأن الذي يتنبأ أعظم ممن ينطق بألسنة. إلا إذا كان يترجم لتنال الكنيسة بنيانا. سلام لك أيها الأخ القارئ. هللويا هللويا.
الحكمة فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشيرة تلميذ الطاهر. لنصغي في ذلك الزمان دنا الذين يجبون الدرهمين إلى بطرس وقالوا له: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فقال: بلى. ولما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ما تظن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية؟ أمن من بنيهم أم من الأجانب؟ فقال له: من الأجانب. فقال له يسوع: فالبنون إذن أحرار، ولكن لئلا نشككهم امضي إلى البحر وألقي سنارة فأول سمكة تطلع ارفعها وافتح فاها فتجد إستارا فخذه وأدي عني وعنك. وفي تلك الساعة دنا إلى يسوع تلاميذه وقالوا: من الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع صبيا وقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الصبي فذاك هو الأعظم في ملكوت السماوات. المجد لك يا رب المجد أيضا وأيضا. بسلام إلى الرب نطلب. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. حكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المماثل تنزاهم يحمل بهجتها خلاص بالرحب يأتينا ضده
فعلمنا كما أطرقك والكفر إليك يدعونا قلبي من الدماء يا الله لا خلاص في السيد الثاني بعدلك يا رب في حب روحني بتسبيحتك لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت لا أعطي لكنك لا أكثر من المخلوقات فذبيحة لله روحني فعل قلبي بحشر متواضع لا يرضيه الله رب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين الساكنين في هذه المدينة والمتغربين عنها والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وزوارها والمحسنين إليها والذين يتعبون ويرتلون ويخدمون فيها وكلاء هذه الكنيسة وجميع هيئاتها وأخوياتها والمختصين بهم عبيد الله الذين ذكرت أسماؤهم على المذبح المقدس عبيد الله الذين يعيدون بهذا العيد والذين يتخذون من القديسة يوليتا والقديس كريكوس شفاعة أو إسما وخاصة أمة الله يوليتا بشار توما المقدمة هذه القرابين من أجل صحتهم وعافيتهم وتوفيق أمورهم وغفران خطاياهم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين المطوبين الدائمي الذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والسابق رقادهم من آبائنا وإخوتنا الراقدين ها هنا وفي كل مكان عبيد الله السابق رقادهم الذين ذكرت أسماؤهم على المذبح المقدس وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين كهنوتكما وجمهوريتك يذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين وإلى دار الداهرين آمين قوله
اصلح يا رب مسلتك في هنا وفي الله صلى الله عليه وسلم. احنا عزيزنا على مرحبك الوجود. اذكرني يا اخي وشريكي في الخدمه. الروح القدس يحل عليك وقوات الذي تظل لك تمتعك يا رب الاله ولك في السماء وكل حين وكل اوان وعلى دهر الكاهنين للرب أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. اغضب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات الرب نسأل سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل استجاب يا رب مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل ورسولك الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل استجب يا رب أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل ورسولك أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنهدى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك كل قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. سلام لجميعكم ولروحكم لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بحكمة لنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مسار من الآب في جوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحو البشر ومن أجل خلاصنا
نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد الأقصى المنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسليم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا ومع روحك لنضع قلوبنا فوق خيالنا عند الرب لنشكر الرب غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده الكائن هكذا هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوسا 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 رب السماوات والسماء والأرض مملوءة من مجدك أوصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب أوصلنا في الأعالي فما هذه القوات المغبوطة ناتك نحن أيضا أيها السيد قبل البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال أنت أخبرت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا ففي الليلة التي أسلم فيها ولولا أنه استمع ذاته من زكاية العالم بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه رسل القديسين قائلا وصلاة في الأموات خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا كذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا ونحن بما أننا ذاك من هذه الوسيلة خلاص في المجرى من أجل الصليب القوم في قيام اليوم الثاني وجد الصعود إلى السماوات وجد الصعود إلى المجيء الثاني المجيء أيضا
التي لك مما لك ونحن نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية، ونطلب ونضرع ونسأل فارس روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم أمين، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم أمين، محولا إياهما بروحك القدوس أمين أمين أمين، لكي يكونا للمتناولين لنباهة النفس ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة لديك لا لمحاكمة ولا لإدانة. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان، أجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان ولم يملك خاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة إلى الدائمة كيف تليتي مريم. تفشين أبونا؟ أكسيون أفتينا صليتا عظيم أبانا وبطريركنا يوحنا وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الكرام والعظيم جلال
أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية موهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك وإلا أيها السيد لأن نجثر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين السلام لجميعكم نحن رؤوسنا للرب لك يا رب نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمته الكثيرة أخرج من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمته ورأفة ابنك الوحيد ومحبته البشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك كل قدس الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الدائرين بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني أرفعك يا ملكي وإلهي القدوسات للقديسين يجزى ويقسم حمل الله الذي يجزى ولا ينقسم ويؤكل ولا ينفذ بل يقدس المشتركين به كمال الروح القدس مباركة حضرة قدسات قدس الله لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنا الحواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بالشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي
الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم عينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك، ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك، لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق، فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر، يبكتني لباسي لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا، فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تسر لي هذه القدسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما، ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك، ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. ابتهجوا أيها الصديقون بالرب، هللويا. ابتهجوا Hallelujah.
يا الله شعبك وبارك ميراثك حينا الآن وكل آوان وإلى دهر الداهر آمين. يا كلامنا من نصيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة احفظ بقداستك لا يزين طول النهار ببرك هاليلويا هاليلويا
نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح لك لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب. يا مبارك مباركك يا رب ومقدس المتوكلين عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمالك نساء القدس الذين يحبون جمال بيتك، أن تمنحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهمل نحن متوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك ولكهنة والحكام ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. قبل ما نختم يا أحباء نطلب من ربنا للأحباء اللي اليوم بعيدوا بعيد القديس كيريكوس والقديسة يوليا أخذوا من شفاعة وتموا باسمهم، ونطلب من الرب الإله أنه يعطيهم الصحة، يعطيهم العمر الطويل والقداسة بحياتهم، وخاصة بنتنا بنت هالكنيسة يوليتا بنت الأخ بشار اللي هو قائد الجوقة بكنيستنا. نطلب من الرب الإله أنه يحميها ويوفقها ليوليتا. لازم نخليها تيجي لهون ليشوفوها ليوليتا. اليوم هي معيدة، يمكن سمعتوا اليوم صوتها هي وعم بتقول طربارية شفيعتها. يوليتا قربي لهون، خلين كلهم يشوفوك اليوم حافظة طربارية شفيعتها. كل عام وانت بخير. هيدي اليوم الأميرة بالكنيسة يوليتا. هلأ كلهم بيعايدوك يوليتا بآخر الصلاة. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمتي الإلهية ومحبتي للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي، حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات قوات سماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مدح والقديسين المجيدين الشهداء المطلقين بالظفر وأبائنا الأبرار المترشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية والقديسين الصديقين وأكيم وحني جدي المسيح الإله والقديس كيريكوس ويوليتا أمه الشاهدان لذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر ثالوث القدوس فليحفظ حياتكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. صلوات يا أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. كل عام وانتم بخير. يلا عيدوها ليوليتا. هيدي الأيقونة لليوم جايبتنا إياها يوليتا معها من البيت. يلا بدها تضيف يوليتا كمان. يا سلام. الله يخليها. كل عام وانت بخير.
يا هذا يعني